أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الجمعية العامة 48 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، أكد أن مملكة البحرين بذلت جهودا كبيرة على مدار عقود في نشر ثقافة السلام وتكريس أسس التعايش السلمي والتسامح والاحترام بين الشعوب. جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة السيد جمال فخرو أمام الجمعية العامة 48 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المقامة في مدينة جنيف. وأشار فخرو إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين عاقدة العزم على المضي قدما في دعم الشراكات الدولية ومسارات التعاون البناء والمثمر بين البرلمانات، مؤكدا الاستمرار بإخلاص وعزيمة في إبلاغ العالم رسالة مملكة البحرين الحضارية التي تستند إلى تاريخ من التمدن والسلام. ولفت فخرو إلى أن رسالة مملكة البحرين تشكل منارة في التعايش والتسامح الديني والروحي والثقافي وشريكا محوريا في توطيد الشراكة الدولية. وقال فخرو إن المناقشة العامة تدور حول دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء الجسور نحو إحلال السلام والتفاهم بين الشعوب ومواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معبرا أنه ما من صياغة تعبر عن أهمية ما تطلع به الدبلوماسية البرلمانية من أدوار جليلة في ظل المخاطر الراهنة، ومؤكدا الحاجة إلى مزيد من تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في ظل ما يشهده العالم اليوم من صراعات تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين. بذلت مملكة البحرين جهودا كبيرة على مدار عقود وعبر عضويتها المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة التحالات البرلمانية بالتعاون مع المؤسسات الدينية الكبيرة في العالم في نشر ثقافة السلام وتكريس أسس التعايش السلمي والتسامح والاحترام بين الشعوب، عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوارات بين الأديان واستضافة العديد من تلك الحوارات والملتقيات. الحضور الكريم يجدر بنا أن نثمن الدور البارز الذي قدمته الدبلوماسية البرلمانية من أجل إرساء السلام واستضافة السلم والأمن الدوليين. معالي الرئيس، وبدأ أكرر لكم بعبارات واضحة وكلمات صادقة من السلطة التشريعية لمملكة البحرين عاقلة العزم على المضي قدما في دعم الشراكات الدولية ومسارات التعاون البناء والمثمر بيننا. وأخيرا، سنواصل بإخلاص سيرة الرئيسة بإبلاغ العالم رسالة مملكة البحرين الحضارية التي تستند إلى تاريخ من التمدن والسلام يربو على 4000 عام، باعتبارها منارة في التعايش والتسامح الديني والروحي والثقافي وشريكا محوريا في توطيد الشراكة الدولية من أجل نبذ التعصب والكراهية الدينية والعنصرية وإجلاء الأخوة الإنسانية في ظل نظام عالمي أكثر عدالة وإنصاف وتضامن يعزز روح الود والاحترام المتبادل والوئام بين الأمم والشعوب ويوفر فرص الرخاء والتنمية المستدامة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.